الأخوة والأخوات الفضلاء، عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الشيخ أحمد قال من الذي قتل الحسين؟ من قتل الحسين هم الشيعة. يقول الشيخ المفيد في الإرشاد المجلد الثاني صفحة 110-111، ثم رفع الحسين عليه السلام يده وقال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. إذن الإمام الحسين عندك بنص الشيخ المفيد في الإرشاد أن هؤلاء هم الذين إيش دعوه لنصرته ثم إيش عدوا عليه فقتلوا. وهذا أيضا في كتاب مقتل الحسين لأبي مخنف الأزدي بصفحة 192-193، حدثني سليمان بن أبي راشد عن حميد ابن مسلم قال: سمعت الحسين يومئذ وهو يقول: اللهم أمسك، إلى أن يقول: فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا. إذن الشيخ المفيد مستند إلى كتاب شيعي وإلى نص شيعي عن أبي مخنف. طيب، أيضا عندنا في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الجزء الثاني صفحة 100-101 يقول الحر الرياحي ماذا قال: يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا أتاكم أسلمتم وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه. إذن هنا النقل أنه أهل الكوفة أولئك الذين دعوا الحسين للنصر، وهذا أيضا موجود في مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه لأبي مخنف الأزدي بصفحة 120، هذا النص أيضا 120-122. في البحار نقل المجلسي بمجلد 44 صفحة 374، ونقل ذلك بالإرشاد المفيد الجزء الثاني صفحة 75، والعوالم للشيخ عبد الله البحراني صفحة 225، بلواعج الأجيال للسيد محسن الأمين صفحة 86، والفوائد الرجالية السيد بحر العلوم المجلد الرابع صفحة 32، وفي أعيان الشيعة السيد محسن الأمين مجلد الأول صفحة 595. نقلوا هذا النص، ما النص هو يقول الإمام الحسين لما أتاه قتل مسلم بن عقيل: وقد خذلنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف. إذن الإمام عليه السلام ذكر أن شيعته هم الذين خذلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القاتل من دعاه للنصرة فخذله، وهو الإمام بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد بيّن أن هؤلاء هم الذين قتلوه، الذين خذلوه، ويقول: وقد خذلنا شيعتنا. وهذا أيضا في مقتل الإمام الحسين لأبي مخنف في صفحة 79. إذن النصوص الواردة عندنا باستشهاد علماء الإمامية في هذه النصوص موجود في مأخوذ من مصدر شيعي معتبر اللي هو كتاب أبو مخنف الأزدي مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه. نجد أن هناك نصوص واضحة جدا جاءت طويلة في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الجزء الثاني صفحة 36-44، النصوص طويلة جدا، النصوص طويلة جدا، أخذ من عدها الشواهد. فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن الصرد، أعطيك النصوص هذه بصفحة 36، في صفحة أيضا 36: وأنتم شيعته وشيعة أبيه. يقول: وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة، هذا بصفحة 37. صفحة 41: وأقبلت الشيعة تختلف إليه. يقول بصفحة 41: ببيعة 18,000 ويمرهم بالقدوم، وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم بن عقيل. نصوص كلها واضحة. وقد خذلنا شيعتنا بنص الشيخ المفيد، قلنا بصفحة 75. أيضا الشيعة عندما كتبوا للإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه للحسين بن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين الإرشاد. طيب. لا 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 خلاص خلصت، ما عندي شيء. أريد من عندك الآن خلاص أخذ زيادة عادي، طولي بالك شو راح أخذك 15 دقيقة تمون شيخ أحمد. أريد من عندك الآن، عندي هذه النصوص أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أريد من عندك إجابة أو تبرئ الشيعة أو تثبت كلام الشيخ المفيد. واحدة من كلامك أهل الكوفة قتل الحسين، لا شيعة شيعة لا 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 شيعة، الكلام واضح، النصوص جبتك إياها شيعة شيعة كتاب النصوص شيعة. عندك نص دقيقة على فكرة لأن أنت دخلت وياي، عندك 10 دقائق ونص، تفضل شيخ تفضل. تقول أنه الشيعة قتلوه، بعدين أنت قلت خذلنا شيعته. نعم، هناك من الشيعة من خذل الإمام الحسين، لكن الرواية اللي خذل مو قتل، أنت قلت أهل الكوفة والتسجيل موجود قتلوه. نعم أهل الكوفة قتلوه،
نعم شيعتهم بعض منهم خذلوا. الرواية عندنا نحن في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، والرواية صحيحة 111 حسن، عفوا المجلد 26 صفحة 178، يقول: ثلاثة هم شرار الخلق ابتلي بهم الخلق، أبو سفيان قاتل رسول الله، ومعاوية قاتل علي، ويزيد لعنة الله عليه عندنا في الرواية قاتل الحسين ابن علي وعاداه حتى قتل. إذن الرواية عندنا عن أهل البيت أن يزيد قاتل الحسين وليس الشيعة. ابقى وياي انت والسنة، لان انت قلت انه من قتل اهل الكوفة، واحسنت، انت نفسك استشهدت بهذا الكتاب، والكتاب كان عندي لولا انه احد الاخوة الشيعة راده موقف المعارضة في عهد يزيد. ارجع لي الى صفحة 364، يقول: وخاصة اذا عرفنا ان الكوفة تحوي فئات كثيرة من الاعراب والزنادقة والناصبة والشيعة والغلاة. اذا الشيعة 20% وثلاث ارباعهم عزيزي كانوا في السجون، والموجودين خذلوا الحسين موافق، لكن البقية منه نواصب وغلاة وأعراب وزنادقة. أنت ليش تجي تقول شيعتنا؟ زين عوف، هذا كله ما ينفعنا. تعال أهل الكوفة منه؟ هذا نفس مرويات أبي مخنف تاريخ الطبري، في تاريخ الطبري عصر الخلافة الراشدة، يقول صفحة 33 صفحة 34، يا شيعة سجلوا هذا تحتاجوه، هذا الكلام اللي راح أقوله. يقول: ومن المرجح إن صفحة 33، ومن المرجح إن الكوفة قد مصرت سنة 17، راح أذكرها أكثر من مرة، بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كانت ترى عمرية وراح أثبت لك، إلى قائد العراق سعد بن أبي وقاص، صفحة 17 يا بشي، صفحة 34، المكان العلمية للكوفة، كانت الكوفة معقلا من معاقل العلم، فقد نزل على أرضها عدد كبير من الصحابة، وقد ترجم ابن سعد لواحد وخمسين ومئة من الصحابة، 151 من الصحابة، وقد تخرج على يديه عدد هاي من في الكوفة كبير من أئمة التابعين الذين نشروا العلم في الآفاق، وراح أعطيك الدليل بعد شوية. زين، إذن الصحابة والتابعين اللي هم في الكوفة وعمر اللي أسسها، الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه، علي وموقف الأئمة منه، مطبعة العبيكان صفحة 45 أيضا يذكر نفس هذا الكلام، صفحة 45 يقول: اسمعوا، مدرسة الرأي، البيئة العلمية للكوفة افتتح المسلمين العراق أيام أبي بكر وعمر، وإذ كانت مدينة رسول الله مهبط الوحي مقر الصحابة أول عهد، فإن الكوفة ابتناها عمر سنة 17 للهجرة. زين، هاي الكوفة بعد أوقف، بس خلي يخلص الوقت ونعيد، سنة 17 للكوفة، إذا ما كانت شيعية، راح نثبتها إلى آخر الشيء. أوقف، خلينا نعيد التسجيل، يلا يا بابا. كانت الكوفة كم واحد من الصحابة؟ عفوا، إعادة المباراة، 151 صحابي. الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، نذير حماد، يابا منو أسس الاجتهاد بالرأي عزيزي؟ صفحة 11، يقول: عمر أسس الاجتهاد بالرأي، وهذا الكتاب ومدرسة الاجتهاد بالرأي عندما أسسها أسس ابن مسعود اللي دز عمر للكوفة. زين، منهج الصحابة في الأحكام الشرعية، نفس الكلام هذا اللي قاله، منهج الصحابة في الأحكام الشرعية صفحة 294، اسمع ماذا يقول، نفس الكلام حتى نأكد أن الكوفة ما إلها علاقة الشيعة بها. مدرسة الرأي يقول: ومن الذين كانوا ينزعون عن قوس عمر في الأخذ بالرأي الصحابي عبد الله بن مسعود الذي استقر به المقام في الكوفة، منهج الصحابة في استنباط الأحكام الشرعية، لأن دز عمر للكوفة وهو الذي أسس منهج الرأي في الكوفة مو الشيعة. المنهج الأصولي في الاجتهاد في الرأي في التشريع الإسلامي عبد الملك السعدي. شو يقول إخواني هذا الرجل عبد الملك السعدي؟ نفس الكلام يقول هنا حول موضوع الكوفة، نفس الكلام، بس لحظة واحدة، يقول صفحة 13، اسمعوا ماذا يقول السعدي، يقول: والثاني نشأت في الكوفة المدارس، ونظرا لبعدها عن مواطن الحديث كانوا يفتون بما عرفوا من تراث النبي وأصحابه من فتاواهم، وهي قليلة بالنسبة لأهل المدينة، لأن الصحابة الذين يحملون السنة كانوا قلة ممن أما الكوفة واستوطنوها، فكانوا أغلبهم يذهبون يلجؤون إلى الاجتهاد بالرأي والقياس. إذن الصحابة 151 صحابي وكلهم من الكوفة، تطور الفكر الأصولي الحنفي. أيضا يذكر نفس الكلام سنة 134، عفوا، بداية النشأة العلمية صفحة 91، يقول: بداية النشأة العلمية، هاي تطور شنو هذا عزيزي؟
ما دخل شيء. تطور يقول بدأت النشأة العلمية في الكوفة بدخول الصحابي عبد الله بن مسعود فقد بعثه عمر بن الخطاب. تطور الفكر الأصولي الحنفي كلها سنة، إلى أن نجي إلى فقيه أهل الفقه أهل العراق وحديثهم للكوثري. طبعا يذكر لكم هنا مولانا نفس الكلام صفحة 37، عمر أسسها سنة 14، صفحة 38 يقول 4000 تابع لابن مسعود في الكوفة، ويذكر عن ابن سعد في طبقات الكوفيين يقول ذولا اللي دزهم عمر للكوفة، ويا ابن سعد هو اللي قال لهم راح ستذهبون إلى قوم يكون لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، يقول لا تصدوهم بالحديث عن رسول الله. هو هاي نفسها الكوفة عمرية حتى من بطشي نهائي. المنتقى من منهج الاعتدال، المنتقى من منهج الاعتدال لابن تيمية هو منهج الاعتدال، المنتقى للذهبي. اسمع صفحة 632 بعد لا تقولون شيعة، وكان السلف متفقين على تقديم أبي بكر وعمر حتى شيعة علي، يقول هو هكذا. وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بابن عباس عن مسروق عن جرير عن سفيان عن عناد عن أبي إسحاق السبيعي، انتبهوا حفظوا هذا السند، أبي إسحاق السبيعي الكوفة، قال لنا شمر بن عطية قوموا إليه، فجلسنا فتحدثوا، فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبو بكر وعمر وتقديمهما. أبو بكر وعمر يقدمهم على علي وذولا شيعة، مو ابن حجر في هدي السار يقول التشيع محبة علي وتقديمه على غيره، لعد شلون يقدمون على علي ويكونون شيعة وتقديمهما. وقدمت الآن وهم يقولون، شو يقولون؟ حسن قال سمعت ليت أدركت الشيعة الأوائل يفضلون على أبي بكر ولا يفضلون على أبي بكر وعمر أحد. إيش وقت رجع هذا يقول؟ هو إيش وقت طلع من الكوفة؟ إيش وقت طلع من الكوفة؟ شو كنت طلع؟ يقول طلع سنة عمره، هذا هو عمره أبي إسحاق السبيعي عند استشهاد الحسين عمره 28 سنة، من طلع من الكوفة عند استشهاد الحسين عمره 28 سنة. هذا الكاتب الخطيب يقول من رجع للكوفة رجع بعد قبل أن يموت، يعني بالقرن الأول، لأنه مات 127. إذا عمرك أنت يا أبي إسحاق السبيعي من استشهد الحسين 28، وكانوا أهل الكوفة اللي وين بقيت؟ بقيت 64، والدليل بقى للشمر صفحة 259 من هذا الكتاب. والله بعد ما حد يقول هذا الكلام، المفروض يعني أهل العلم يعني. ميزان الاعتدال للذهبي، انتبهوا اخواني، الشمر هذا الشمر نفسه، روى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق يقول كان الشمر يصلي عن أبي إسحاق. يا أبي إسحاق، طبعا أخذ وقت زيادة، أنا أخذ الوقت الزيادة، أنا عندي مطلب أكمل. روى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق النفس السبيعي قال كان شمر يصلي معنا ثم يقول اللهم إني أنك تعلم أني شريف. إيه شمر يقول اللهم أنك تعلم أني شريف؟ اسمع انتبهوا، خل أعيد الوقت شيخ أحمد حتى أنت اتخذت دقيقة توقع، بس أنا أكمل. لا لا لا، اتخذت هذيك نص دقيقة الآن، خلص وقتك، إذا تأخذ أي شيء زيادة إلي كمل كمل يلا كمل. يقول اللهم إنك تعلم أني شريف فاغفر لي، فقلت كيف يغفر لك وقد كيف يغفر لك وقد أعنت على قتل ابن بنت رسول الله؟ قال ويحك، فكيف نصنع؟ إن أمراءنا هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم، ولو خالفنا كنا شرا من هذه الأمر. إذن شو يدل؟ يدل على أن أبي إسحاق السبيعي بعد مقتل الحسين كان وين موجود؟ موجود في الكوفة، لأن الشمر اللي قتل الحسين في الكوفة، وده يقول أنا قتلت الحسين. وأبو إسحاق السبيعي يقول أنا خرجت من الكوفة وأنا ما في أحد في الكوفة يفاضل على أبي بكر وعمر أحد. خوش حكي. والتشيع كانوا شيعة اللي ما يفاضلون على أبي بكر وعمر، مو أنتوا عندكم التشيع محبة علي وتقديمه على غيره. ليش اللي يحط أبو بكر وعمر قدام علي بن أبي طالب يصير شيعي؟ هاي بعد علماءك، وهذا النهاية كلها. مدرسة الرأي اللي بناها عمر ابن مسعود 151 صحابي، هذا الكتاب اللي أنا ما قرأت من عنده، يقول ابن سعد، يقول ابن سعد في طبقات، طبقات الكوفيين الموجودين وين؟ طبقات الكوفيين من أصحاب، طبعا يقول صفحة 42 و43 اللي موجودين في الكوفة من أصحاب أبي بكر وعمر، وطبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد ذكر الكوفيين اللي كانوا هم من مين جايين؟
جايين من المدينة إلى هنا. إذا شنو علاقة الشيعة؟ نعم أهل الكوفة قتل الحسين موافق، وإنت الكتاب اللي استشهدت به هذول فئة، والفئة خذلوا أهل البيت مجموعة منهم نعم، والبقية كانوا في السجن وإلا ما خرجوا في عين الوردة. لكن أهل الكوفة السنة يفاضلون على ما يفاضلون أحد على أبي بكر وعمر، ومدرسة الرأي واللي سواها عمر ودز ابن مسعود، وابن مسعود اللي سواها هناك وخلى 4000 واحد من تلاميذه و151 صحابي، وهم السنة. شنو علاقتنا إحنا؟ وهذا يقول لك أنا خرجت يعني بعد استشهاد الحسين وما في أحد في الكوفة يفاضل على أبي بكر وعمر، وهذا مو التشيع. إذن علمنا أن الذين قتلوا الحسين هم أنتم وليس الشيعة. شنو علاقة الشيعة؟ نعم طيب الشيعة فينا لا بس 12 دقيقة يا 12 دقيقة اعطيني لا 12 دقيقة يا سوف الدقيقة أنا ما قبلتها يلا توكل لا 12 بيك دقيقتين زيادة لا. طيب سوي النكتم فضلا احنا جدا نشكرك. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت يا شيعة انتوا بالكوفة فاتح بالمكان اللي انتوا بيه تعبدون الرب العالمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. أجدادكم كانوا عمرية يا شيعة اللي بالكوفة. خاف واحد بيكم يقول إحنا امتداد أمير المؤمنين، امتداد الأئمة رضي الله عنهم. الشيخ أحمد الآن أثبت لكم يا أهل الكوفة، فعليكم أن تحسنوا بذكر عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه هو الذي أسس لكم هذه المدينة وأدخل لكم الإسلام. يعني الآن أنت دخولكم للإسلام كان الأصل فيه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القضية الثانية نلاحظ أن عليا ترك مدينة النبي من أن يكون من أن تكون عاصمة له، فذهب إلى الكوفة التي فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والكارثة الكبرى أن علي بن أبي طالب ما علم أهل الكوفة أي شيء، بدليل الشيخ أحمد شي يقول مدرسة ابن مسعود، يعني التشيع لا أثر له في الكوفة. علي بن أبي طالب خلافته ما بيها أثر بالكوفة. علي بن أبي طالب كل شيء ما سوى لأجدادكم لحد يجي بيكم يتكلم ويرفع رأسا بالكوفة، فهي صنيعة أمير المؤمنين عمر، وعلي بن أبي طالب اتخذها عاصمة له من غير أن يضيف للكوفة أي تشيع، ولا ما مسموح لكم يا شيعة. الشيخ أحمد جزاه الله خيرا قد أثبت بالمصادر والأدلة التي لو أردنا أن نبين فضائل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه ويأتي الناصبة فتنكر فعل علي وغيرها ما استطاع أن يأتوا بمثل ما أتى به الشيخ أحمد الإمامي. فهذا دليل لنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة أعلى الله تعالى مقامهم، أن الذي فتح العراق وأسس الكوفة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أن الذي اقتفى أثر عمر هو علي فاتخذها عاصمة، وأن عليا وفق كلام الشيخ أحمد الإمامي حفظه الله هذا دليل للنواصب على أن عليا ما قدم للدين شيئا، ما قدم. الشيخ أحمد لغى دور علي بن أبي طالب بالخلافة 5 سنوات ونصف في الكوفة، وقال أن كل اللي موجود بالكوفة ما كان علي بن أبي طالب إلى أي بصمة عند أهل الكوفة. طبعا النواصب راح يوجهوا لك الشكر يا شيخ أحمد، لأن مستحيل راح يجي واحد من النواصب يريد يطعن بعلي بن أبي طالب مثل الطعن اللي أنت طعنت بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الشيخ أحمد إيش قال؟ قال السنة هم الذين قتلوا الإمام الحسين رضي الله عنه، والإمام يقول وهم دعونا. إذن السنة هم اللي دعوا منين تشيع على شيعتكم؟ أقول لك شو لازم أن علي عندكم أكو شيعة بالعراق اللي هي مركز العراق التشيع، إلا بزمن علي بن أبي طالب لا بزمن الحسين، لأن حتى الحسن ماكو، لأن الحسين الحسن والواسطة ما بين علي والحسين رضي الله عنه. أدري لعد ما تقول إيش هالإمامة إيش هالتقديم للأمة، إذن ماكو أي دور للأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندكم. الشيخ أحمد الإمامي على الأدلة اللي جابها بتثبيت فتح عمر بن الخطاب للكوفة وترسيخ دعام الإسلام بالكوفة، وأن علي رضي الله عنه وارضاه ما كان منه إلا أن ذهب إلى الكوفة جعلها عاصمة للدولة الإسلامية، ولا دور له بتثقيف المجتمع وإقامة الحجة الإلهية، بل أن الأمر كان إيش على أسس وأصول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أنا كنت أتمنى أحد يدعم الشيخ أحمد الإمامي بالحقيقة على هذا الكلام الرائع اللي قدمه اليوم. صدقني الفوائد اللي قدمها
اللي قدم فوائد، تعرف لغى دور، شوف لغى دور التراث الشيعي من مقتل الحسين رضي الله عنه. سقط علماء، سقط صاحب الإرشاد، سقط المرتضى، سقط الدنيا كلها. وين اعتمد؟ لا هو بنفسه يعترف يقول لا أنا جبت بس كلام علماء السنة، ما جبت روايات. لا 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 زين سويت، زين سويت ركع، زين سويت. هو رجل قدم لنا أدلة بالعكس، زين سويت. تعرف كان المفروض النواصب دول الأمويين، وين أرى كان المفروض دول الأمويين اليوم يدعمون الشيخ أحمد الإمامي، اللي قدم لهم هدية أنه بيّن لهم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لا يوجد عنده أي بصمة في التاريخ الإسلامي. ترى هو قدمها دولة ماكو، اللي يسمون نفسهم الأمويين المفروض كان يدعموه، يقول شكرا شكرا لك شكرا، احنا ما كنا ندري هذه المعلومات اللي اعطيتنا اياها. المفروض الان يدعمون احمد الامامي، يدعموه يقول له شكرا على هذه الهديه. طلع العجل، تعرف شو يسوون هسه الامويين؟ يقول ها مو قلنا لكم، شوف حتى الشيعه يعترفون ان علي بن ابي طالب لا دور له في الاسلام.